nobody noticed. Notice show. Hi. السلام عليكم. قبل ما نبدا الفيديو اللي بغيت ندير اليوم نعرف براسي قبل حنت بزاف الناس ما تعرفوش بانني كنت رابر شحال هادي. كلشي تعرف بانه تندير لي فيديو صافي في انترنت. ضربك في الموت افيل الساخويا دورس 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 بيت مقوم دورس جيكستر عربي عنقره بلوش شدد شبح عريق ساعة في النعيم وساعة في الجحيم. انا قبل كنت رابور وكومبوزيتور، درت بزاف ديال الدياسك، درت البوم ميكس تايب دي كليب بحال الكليب اللي ناض عليه دابا هاد الايام طلع الهضره ديال غانغستر عربي ولا كليب 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 شاب حريق. انا اللي رابيت في ساعه في الجحيم وصبت لها موسيقى وكنت كومبوزيتور، صبت بزاف ديال الموسيقى بزاف ديال عباد الله قامدي ولا ديسك المغاربه المتلبيق ولا اذكار وارحم اذكار وارحم وتوقفت وتوقف رحمه الله على الرب وتوقفت على الرب علاش خرج واحد الهيت جديد ديال الراب اللي كان في امريكان برئاسه القائد فيوتشر ونقيب الروابه الجدد ميغوس ملي خرج واحد الهيت جديد المغاربه تلاحوا له الدراري لي جون. وانا كنت حاس براسي ما قد شعلت تنافسيه، ما نكذبش عليكم انا انسان جي لي بي سيغ داخل وعندي الرجلين فوق الارض عارف راسي علاش تنصدم عارف شنو قاد عليه وشنو ما قادش عليه تنتلاحش. دونك قلت جا الوقت فاش نريح تتكال مع واحد شي شوية لأنه كان جاد كانوا الدراري مفترسين أدخل معهم غتولي أضحوكات العالم. هادشي لاش حبست رجعوا البيت القصيد إير ماكس ديسك اللي دار ديزي دروس وجبد فيه القافية ديال أنا غانغستر عربي عن ترى بنو شدد اللي كنت قلتها في الديسك ديال غانغستر عربي في 2009. وصلوني بزاف الميساجات كما تتشوفوا هذا غانغستر عربي عنتر ابن شداد بالموت مهدد هذا غانغستر عربي عنتر ابن شداد في صحراء الهيب هوب بالموت مهدد. ما عرفتش نجاوب على كل شيء حيت كل شيء اكثريه تيقول لي واش خدا منك الايدن وفهمت بان الدراري ما عندهمش مع الكولتور ديال الهيب هوب الفري بحال فرنش مونتانا ملي في الديسك ديالهم مع الرايكون باش خدا واحد لافراز ديال الناز The world is yours the world is yours نازي جونز هومي the world is yours كانيو ويست باش خدا واحد لافراز ديال كومون I met this girl when I was 3 years old I met this girl when I was 10 years old القائد الاعلى للروابة جيزي باش خدا ديال ناتوريوس بي اي جي زعما منانش العالم كله نادى وقام العالم اخدل صفار جي جي صفار لا رسول الله عليه. حتى علاش الناس عندهم ثقافه ما تيجيب داكشي ام سي يا باش يديسيك اولا بوغ روندغ اوماج باش يذكرك بالخير بحال دابا لا كنتي مرحوم دابا ما عرفش ديزي دروس خدا لعيبه ذكر بالخير والناس تيسحب لهم انا ما تدارش. وانا نتفاجئ قلت هادو فين تعلموا الراب مع البنج البنج عزيز عليا انا عزيزين ليا كاع الروابا مي البنج ماشي رابور مثلا البنج يدير ار ام بي ولا نيو ستايل فيه راي ار ام بي توشيات زعما ما يمكنش ثقافتك تبدا من عنده هو براسه انا سويتي تلقاه متثقف وعارف الهيب هوب مزيان ومغمس وهذا لا يعني انني عندي مشكل مع الروابا انا رافان ديال كلشي زنزنة الحليوة طاطا ديزي دراس كومي مورو عصام اللي جات نتصنت ليها علاش دراري زويونين تيديرو ديالك واعرين علاش اخويا وقتهم هادو خليهم اخويا تغندفو ويتقرصو الو باش نجاوب الناس راه ما تيتسماش خدالك لافراس ديالك تيتسما شكرك ومن هاد المينبا دا هو مينبا تنقول ديزي دراس شكرا لك احببتك كثيرا اكثر من انني احبك انا عزيز علي داك الدري الوغ كاينه واحد الخطه اخرى كاين اللي تيبغي يطلع على الموجه اش تيدير تيقول دي ساني الدراس انا ما بقاش دابا عندي جبدني ما بقاش عندي البوبليك اجي نجبدو. غنقول لكم الخطوره ديال تجبد رابر واحد اخر ناخذ في المثال ديزي دراس ديزي دراس كما تعرفوا دار كلاش مع البيك البيك ما تحشمش لا 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 يجي يخبط امه هذاك ستيلو عنده ما تبقاش يقول بام ما يختي ما تيجي تنزل وجبت دروس ودروس كما شفتو قال له تجبتني انت ما عندك لا دين لا اصل انا ولد الخيريه كاع هو يعطيه واحد اللعب
يعني دروس الانسان اللي ما تيخسر والو ما عنده ما يخسر باش تبي فيه راه خصك تكون في الكومبيتيسيون واحد الله يعني انت كومبيتيتيف منافسه تتخرج ديالك كل كليب سينو غطيح في واحد التروك قلت لازم الحوايج اللي قد يديرهم ديزي تروس ويهرسوا كل شيء تخيل انت تدير مثلا نور سينو دو يدير لا حول ولا قوه الا بالله اصبر ما حشمتيش تاخذ غانغستر عربي مثلا عندك ثلاثه الحالات يقد يدير ديزي تروس الحاله الاولى شنو هي يدير لك في عرفتي اللي دلك فيه راه قتلك اكثر ما انه جاوبك كانك ما كاينش الحاله الثانيه شنو هي يكون ديرتي قصتي شي بوكاديو بحال هكا ولا شي بحريني هكا تياكل شي واحد شادو في سطوره ويدير شويه النورس لاباس صافي انا نمسحك حتى الله اولا يرد عليك ما عرفتيش الشخصيه بديزي دروس والبساله ديالو ما غيردش عليك هادي يكونوا على يقين منا وغيقرضنك اكبر تقرضينا في العالم علاش نشرح لكم هادشي حتى انا رابر قديم وخبير وتنعرف ديس الثقافه ديال البيف ثقافه عريقه في الهيب هوب هي اللي تطلع الموفمون اصلا وعارف الخطوره اللي تتحمل تنشرح لكم الا بغيتوا هاد المره بيفيو شي حد وهادي فاش طرات في البيف ديال البيك وانا دو كاع الروابه بغاو يطلعوا على ظهر البيك في داك البيف حيت البيك ضرب لي كليك كلهم الاقوياء دبروا على راسهم جوج اقوياء زعما اللي عندهم بوبليك بحال ديزي دروس وحليوه دبروا على لي كليك مع راسهم وجابوا روحهم ما تيهمش تكون اربح انا جمون باليكو يربح اي واحد فيهم جوجهم تيبانوا ليا تيلعبوا الجيم تتسمى حنا عندنا تيلعبوا ماشي اللعاب تتسمى الجيم ولكن الاخرين شطرا لهم اسمع لهم حد مدها فيهم حد دونك الدراري هادي الخطره ديال ما خصنيش نجاوب وثانيا انا ما باليش علاش نجاوب بالعكس فرحت والله ما انا جليم بيان ديجا ديزي دروس جليم بيان دري مستيلي واعر ما محتاجنيش اصلا باش يسرق عليا كوبليا يا مليار تيدير لي كليب ديالو تبيع التيشورت ديالو مهندم كلاسي ضرب الحديد ملوكي ما ارتيست راه ملي زارتيست القلال عندنا في المغرب ماشي لي زارتيست عموما راه في الراب ارتيست في الراب اذا قبل ما نخرج انا ما كنتش غير رابر كنت ندير حتى الموسيقى ديال المسلسلات درت مسلسل وعدي دار الضمانه ولا عليك اذكار وارحم اذكار وارحم ايوا ودابا تنتمناو نديرو شي ديسك ديال الراب قبل ما تخرج ابوناو عجبك هاد الانسترو اللي انا اللي خادمه وبغيتي ترابي عليه فور فري دير كومونتير فيه نورست 100 وشير القناه مع انامي وغنديروا من بعد واحد القرعه اللي هي عادله واللي ربحها كان عنده الزهر مرحبا وشكرا سلو نوري نوري